الوغ دابا مركبه بلاتي اللي ما ديري والو ما ديري والو ديري والو دابا انت يلا عندك اليوم الحصه الاولى ياك واش قلتي قلتي مخلوعه ميته ها دابا غنمشيو معاك دقه دقه في الاول قلت لك قلتي لي مخلوعه قلت لك مناش مخلوعه قلت لي مخلوعه من هذا العجب ومخلوعه من الزهر واش اللي قلتي لي انت مخلوعه منه ما عندنا ليهم الحل اولا قلتي لي مخلوعه من هذا غنشرحوا لك وغنوريه لك تقولي لي صافي هذا هو علاش كيصلح غنقول لك صافي هادشي علاش كيصلح ها بلاتي عاد خليك معايا غادي نوريك كيفاش امتى كيدوز كل فيتاس ونوريك كيفاش كيدوز غتعرفي ليه ساهل ياك الحاجه الثانيه اللي قلتي لي مخلوعه منها هي قلتي لي مخلوعه من هذا الزهام ياك دابا هانتي هاد الناس كاملين اللي كيسوقوا دابا كيبانوا لك غاديين في الطريق هاد الطوموبيلات كاملين اللي غاديين باش احسن منك لا احسن منك بواحد الحاجه الخلع لا الشجاعه ماشي الشجاعه لا احسن منك غير هما صاقوا قبل منك هما عندهم تجربه عليك انت حتى هما راه واحد النهار كانوا بحالك فهمتي حتى هما مخلوعين وداكشي ولكن ملي بداو كيسوقوا دوزوا شويه هادي شهر شهرين ثلاث شهور خداو بيرمي هزوا طوموبيل مشى بها من هنا لهنا مشى بها من هنا لهنا مشى بها من هنا لهنا صافي ولا كيقول يا شي ساهل فهمتي صافي بدا كيسوقوا وغادي صافي ولا لقى راسو كيسوق راه هادشي باش فيتينك هما هادشي باش احسن منك هما يعني حتى انت راه خصك ديري في بالك بان كاع هادو اللي صايقين هنا في الطريق راه كانوا بحالك هكا النهار الاول ثاني حاجه شكون اللي خاصو يخاف راه انا اللي خصني نخاف علاش حيت ما عنديش الفولون ثاني ما عنديش انت كتشوفي ساعه واحد ياك انا اللي خصني نخاف نقول دابا هادي غتمشي تدخل ليا في شي واحد ولا شي حاجه انا اللي خصني نخاف ماشي انت حيت الا وقع المشكل راه انا اللي كنتحمل المسؤوليه ماشي انت انت ما عليك والو انت راه كتعلمي وكنتي عارفه ما غتجيش تعلمي واش فهمتي عندي هنا داكشي اللي عندك شكون اللي كيتحكم في الطوموبيل ها البيدالات هما اللي كيخليوها تمشي تجري فهمتي راه عندي بحالي بحالك انت عندك ثلاثه تما وانا عندي ثلاثه هنا يعني الا شت قضيه حماضه غنفراني انا منها انا غنعتق يعني داك الخوف ديال غندخلوا شي واحد حيديه راه ما كاينش نسيه واش فهمتي وهذا الشيء راه ساهل راه خصك غير المره الاولى تبتي وعقلي غير على داك الشيء اللي قديتي عليه راه مع الوقت غادي تبداي تعقلي عليه بشويه بشويه على كاع دابا الناس اللي جاو كيدوزوا بيرمي وجاو بداو انا بديت الخدمه في 1999 كون كانوا الناس ما كيتعلموش كون باقيين عندي دوك الناس اللي تقيدوا في 2001 2002 كون باقي عندي دابا فين راه مشاو راه كله كاين اللي بقى كيسوق كي راه شحال واحد دابا كنتلاقى معاه كيسوق طاكسي كنشير الطاكسي كنركب كنلقاه دوز عندي بيرمي في 2002 2003 راه كلشي كيتعلم كاين فرق واحد كاين اللي كيتعلم دغيا كاين اللي كيتعطل ولكن في النهايه كلشي كيتعلم وعقلي على هذا النهار دابا انت ما بغيتيش تباني في اللايف انا دابا اللايف دايرو ياك وغادي يبقى مسجل عندي المهم تي راك ما بيناش كنبان غير انا بوحدي راه غادي يبقى مسجل عندي في لاباج وغايجي واحد النهار نقول لك اشي شوفي شوف عقلتي مني كنتي كتقولي ها هو دابا بالدليل وبالحجه والدليل شدك قيطي ها ان شاء الله دابا هانتي اول حاجه كنبداو بها شنو هي هي كنقادو بعد الجلسه ديالنا كرسي اه زيديه لقدام دابا انت كتقولي انا طويله ياك اه عجب لك الله اه لا واقيلا هي لا زيدي قال لك هي هادي صافي صافي هاكاك صافي مزيان وركي على لومبرياج مزيان هو اللي ملهيه اه وركي عليه مزيان لا ما توركيش بالوسط ديال رجليك اه بالقدام شوفي كروشي واحد ضربه واحده حتى تحبسك الارض شتك بحال باغي تبكي شي ديما مالك غير الخلعه راه قلت لك شنو هو دابا انا راني ما قلتش لك انا دابا شنو كاين ها قال لي انا زعما هانتي هذا اللي قلتي انت هذا العجب هذا هو الفيتاس فهمتي هذا هو الفيتاس هاد الطوموبيلات اللي كيبانوا لك غاديين راه غاديين بفيتاس حيت الطوموبيل ملي كان ديماريو الموتور راه كيبقى خدام
ولكن خاصو الفيتاس يدوز باش يقدر الموتور يجر لنا الطوموبيل ويديها يدفع. واش فهمتي دابا هذا الرسم اللي عندنا هنا شتي؟ ها هو عندنا رسم هنا ما بين 3 و 4 شحال كاين؟ كاين 1 2 3 4 5 ماشي 6 الاخر الاخر هي مارشاريه يعني الطوموبيل شحال فيها من الفيتاس دابا؟ فيها 6 ديال الفيتاس. 6 الفيتاسات فيها 5 كيمشيو بالطوموبيل لقدام وواحد كيرجع للور هي 6 الفيتاسات. دابا الا بغينا نزيدو بحال داك النهار واحد الدري راكبه معايا قالت لي سؤال عادي فهمتي بالنسبه لي انا راه سؤال عادي دابا شي واحد اخر يقول لها انت فين كلخيميك ولكن بالنسبه لي انا سؤال عادي قلت لي مهدي دابا علاش خصنا الا بغينا نزيدو ضروري خصنا نزيدو بالبريمير علاش ما نزيدوش بدوزيام دارتيها في راسها عادي كتعلم دارتك في راسك خصك تسول هنا قلت لي علاش دابا ما نزيدوش بدوزيام ونديرو ما نديروش بريمير نديرو دوزيام ونديرو تروازيام كاتريام ونمشي بخو غادي قلت لها هانتي باش جاوبت انا قلت لها حسبي لي 10 قالت لي واحد قلت لها علاش ما قلتيش 2 3 4 5 6 7 علاش ما قلتي علاش قلتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 علاش ما قلتيش 2 3 4 فين هو الواحد قالت لي لا خصها نبدا بالواحد دابا الطوموبيل خصها تبدا بالواحد فهمتي كنديروا البريمير بريمير شنو الدور ديالها كتزيد كدير ليا الديبار ها كتزيد ليا الطوموبيل فهمتي ها كنزيد الطوموبيل بريمير كنكسيري ليها شويه وكنقلب دوزيام كنعاود نكسيري بدوزيام وكندير طروازيام باش كتعرف امتى تقدر دوز دوزيام باش كتعرف امتى تقدر دوز دوزيام دابا حيت هاد الكونتور هذا اللي عندنا هنايا ياك انت هذا غادي نشرحوه حتى هو بوحدو باش ندور الكاميرا هاد الكونتور هذا شتي هذا اشنو عندنا هاد الكونتور هذاك اللي من ليه هذا شتي هاد الكونتور هذا شنو تيحسب ليا كيحسب ليا السرعه كيف السرعه المسافه باش غاديه لا كيحسب المسافه المقطوعه بحال دابا من كازا الجديده شحال كاين كاينه 100 كيلومتر ياك الا بقيت غادي وهذاك الحبر هذاك الكونتور اللي كيحسب هذاك كيقولوا ليه المسمار عرفتي هذاك اللي كيبقى يطلع هذاك الا كان هذاك في 100 مثلا محطوط في 100 وصل ل 100 وحنا غادي للجديده كاينه 100 كيلومتر وانا غادي في لوطوروت ديال الجديده وغادي والكونتور وهذاك محطوط في 100 يعني راه غادي ندير من هنا للجديده ساعه يعني 100 كيلومتر في الساعه فهمتي 100 كيلومتر في الساعه يعني هذاك كيحسب المسافه المقطوعه مع الوقت يعني كيحسب لك الكيلومتر اللي ضربتي في الساعه فهمتي بحال دابا هنا مراكش كاينه 240 كيلومتر وانا غادي ب 120 يعني غنضرب 120 كيلومتر في الساعه يعني من هنا لمراكش غندير ساعتين الا بقيت غادي ب 120 بلا ما نوقف يعني هذا معايش كيخدم مع الرويد منين كيدور الرويد كيدور حتى هو فاهمي هذيك اللي كتشعل وكتطفى ديالاش هذه اللي كتشعل وكتطفى بالليمون ليسانس هذه راه مازوت مازوت يعني المازوت خصك دير المازوت راك غادي بالريزيرف هاد الوسطاني داك الوسطاني اللي فيه الارقام حيت كاينين ثلاثه ديال لي كونتور كاين الوسط كاين هذاك اللي من ليه كاين الوسطاني وكاين هذا اللي من هنا هذاك الوسطاني ديالاش شنو مكتوبه فيه تما هذا ياك هذاك الوسطاني كاين هذيك 52162 شحال ضربات الطوموبيل من نهار قالت بسم الله من نهار خرجت جديده من لا ميزون ضربات دابا 52162 كيلومتر وهذاك اللي فيه 9999 هذاك ديال الفيدونج يعني ملي كتوصل حيت كندير الفيدونج ديال 10000 كيلومتر كنبدل الزيت دابا راه وصلت ل 10000 خصني ندير لها الفيدونج ملي غندير لها الفيدونج هذيك 9999 كيردوها للزيرو باش كتبدا عاوتاني تحسب ليك فهمتي وهذاك اللي فوق زيرو يعني ملي غادا تحرك الطوموبيل كيبدا حتى هو يحسب هذاك كيعطيك السرعه بالتدقيق شي تكون غادي ب 55 كيعطيك 55 الاخر لا الاخر كيعطيك غير 40 60 80 فهمتي هذا اللي من هنا دابا هذا هذا شنو تيحسب شوفي شنو فيه ما فيهش حتى هو 40 60 شتي فيه 1 2 3 4 5
معايش كيخدم هذا. اش قلنا الاخر تيخدم مع الرويد ملي كيدور الرويد كيخدموا وهذا معايش تيخدم ماشي مع البوطه. لا هانتي انا غنعطيك مثال. هانتي دابا الطوموبيله خدام ياك هانتي هذا هو الاكسيلاتور ياك هانتي ملي انا غنكسيري وشوفي تما معايش خدم كيخدم مع الاكسيلاتور كيخدم مع الاكسيلاتور. والاكسيلاتور شنو ملي كتكسيري شنو درتي شنو الصداع اللي كتسمعي شنو الصداع ديال من هذا الصداع ديال الموتور الموتور ودابا هي لتحت شنو مكتوبه تحت من هذاك الرقم مكتوبه تي ار سلاش مينوت مضروبه في 1000 يعني عدد دورات المحرك في الدقيقه. يعني ملي هذا غادي يكون مثلا في جوج في 1000 شحال 2000 يعني الموتور راه كيدور ب 2000 دوره في الدقيقه فهمتي. يعني راه الموتور كيدور ب 2000 دوره في الدقيقه ملي كيكون هو في الجوج. يعني لافير اللي قلتي لي انت كيفاش خصني نعرف امتى ندوز دوزيام امتى ندوز تروازيام كنديماري الطوموبيل كنورك على لومبرياج وكندوز بروميير كنطلق لومبرياج شويه كتبدا تحرك بيا الطوموبيل صافي كتزيد كنكسيري باش نزيد. ملي كيوصل هذاك للجوج اللي هي 2000 دوره كنعرف بانني خصني ندير دوزيام الموتور كندورو في 2000 دوره دوزيام كيعاود يرجع كنكسيري كيوصل عاوتاني 2000 دوره تروازيام كيرجع كنكسيري عاوتاني بتروازيام كيوصل 2000 دوره كاتريام. التبديل ديال الفيتاس عنده علاقه مع عدد دورات المحرك في الدقيقه فهمتي. كاين اللي تيقول لك غير تسمع الموتور ديال الطوموبيل كيغوت دوز دوزيام. حيت ديك الساعه ما كانش هاد الطوموبيلات كانوا طوموبيلات قدام ما فيهمش هذا كانوا كيقول حيت حنا كنبغيو ديما كنخرجوا راسنا كنديباني الطوموبيل القديم ما فيهاش هذاك. كنا ديك الساعه كيقول لك عينك ميزانك مع الطوموبيل كتكسيري شويه كتسمع الموتور ديال الطوموبيله بدا تيغوت صافي تزير كتشد ورك على لومبراج ودير دوزيام باش كتنفس الموتور. دابا هادشي ملي تطور ولينا كنخدموا بهذه الطريقه هذه لا بلو تكنيك الطريقه اللي تقنيه اكثر كتكسيري كيوصل المحرك للجوج اللي هي 2000 دوره لومبرياج دوزيام وهذه حتى هي كتساهم باش الطوموبيل ما تاكلش لك المازوت بزاف حيت شحال ما وركتي شحال ما هي كتجبد المازوت. يعني مثلا انا كندوز الفيتاس في 2000 وانت كدوزي الفيتاس تاعك يوصل 3000 شكون اللي غتاكل ليه المازوت اكثر الطوموبيل عندي حيت انت كدوزي الفيتاس حتى كيوصل الموتور 3000 دوره انا كندوز الفيتاس غير في 2000 يعني انا غناكل اقل منك واش فهمتي هذا هو الفرق اللي كاين. واش فهمتي ولا هكا ديري ليا راسك لا والله انا فهمت. واش السيده اول مره تتسوق اول مره ركبات في طوموبيل ديما كتركبها هنا كيوصلوها عمرها ركبت ساكت شي طوموبيل. دابا الفيتاس اش قلنا ملي كنبغيو نزيدو باش كنزيدو ديما كنزيدو بالبروميير و الا بغينا ندوزو الفيتاس رجلينا فين خصها تكون موركه هنا لومبرياج هكاك ايوا تحزمي غادي نمشيو دابا راه الصمطه اللي هي تيمولفه يوصلوك تقلبي ديما على الصمطه من هنا ايوا سيدي هيا كملنا معاها دابا لافير ديال كيفاش هادي وهادي وهادي بانت ليا تطلقات واحد شويه. دابا غادي ندوزو عرفتي اول حاجه غديري شنو هي غادي ماري وغنزيدو غندخلي ستاسيون نديرو المازوط هاديك الطلعه هاديك الطلعه صعيبة هي او لا لا خاصني انا ندير الصمتة ولا بلاش لا خاصك دير وليتي تخرجي فيا عينك ان شاء الله. يلاه ديما شوفي شويه عليك راه ما تابعنا والو زعما ما تابعناش زعما شي حاجه اللي فهمتي غنديرو دابا شوفي اليوم راه غادي نوريك حاجه وحده غادي نوريك غير كيفاش تزيدي ليا الطوموبيل وكيفاش توقفيها ان شاء الله لا باز واش فهمتي ما زهرك وهذا جيتي فهاد السحام ما عندي ما ندير لك صافي يلا يلا دوري الساروت باش تخدم الطوموبيل. شوفي رجلك جري من اللور دابا ما كاين والو جوج هانتي الساروت ها هو الساروت ياك شدي الساروت ديري الساروت في بلاصتو
غديري الدوره الاولى زيدي دوري